مش عارف كده، حاسس ان في حاجه غلط، بس شايف الوجع؟ وجع وجع. وحياة ابوك الحلو كده. والله يا ابني انت هتشكر بزوري؟ بزوري؟ عيب قوي. خدها يا احسن 15 جنيه يا عم اللي كنت واخدها منك عشان خاطر اللي عندك، انت حاسس ان انا نوطك في ليلتك يا احسن. ايه ده يا لمبي؟ انت اخويا بحقه حقيقه يا لمبي. امال ايه يعني؟ اخويا يا لمبي مش مصدق نفسي. مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص ما تقولش كده. مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص يا. مش مصدق نفسي يا لمبي. ما خلصت الغباوه دي. مش مصدق نفسي يا لمبي. يا ابني خلصت قلنا بقى. مش مخلص الغباوه بتاعت ابوك. مش مصدق. العدل يهدي المصطبه. العدل يهدي المصطبه. اعوذ بالله، اقعد يا عم انت وهو، اقعد، ليه؟ ومين بقى العروسة؟ مين بقى في التلات موزز دول عشان ما اجيش على حق صاحبي يعني؟ الرابعة ياد التلاتة. ياد فين ياد التلاتة؟ مين واحدة في التلاتة عني؟ الرابعة يا لمبي. هي دي؟ اه هي. تصدق انا شفت البني ادمين بالظبط؟ ايه لازم انت واخد سنك الصولة دي؟ بحبها يا لمبي بحبها قوي. طب خلاص حبيبي، طب خلاص، يا ريت انك بتتزفت بتوع البعث، بس لازم تضمن حقك. ايوه طبعا اللي هتقول لي از، لا مفيش از، لازم تضمن حقك، وده واجبي انا عليا كصاحب. ها قبل ما يقع في الخطيئه لازم اقول له دي ماده بواقع قنبيالات. كميالات؟ وانا اشتري تلاجة يا لمبي؟ يا تفهم يا زي التلاجة على الاقل ليها ضمان، انما دي شكلها متخزنة بقى لها كتير، ملهاش ورق، الدمارك مفيش، فانت ماشي؟ انا بحبها يا لمبي، لو ما خدتهاش هموت نفسي. يا ابني ما انت كده كده متنيل على عينك ميت. الله، انا عندي تتجوز ابن عمك يا اخي ارحم. يعني احنا جايين النهارده ناخد لاخونا احتم اختنا سمير ارضس، و ربنا سامحنا على الجريمه اللي احنا بنعملها في الكون دي، بس يعني ربنا يكرم ان شاء الله. فاحنا كنا بنستاذن ساعات من حضرتك. على ايه؟ نعم؟ على ايه؟ على ان شاء الله تجي يبقى التاسع يوم العيد ان شاء الله يبقى شكبه وتكتك تاك، شكبه وتكبك. ايه اللي قلت ايه؟ على ايه؟ ايه يا عم اللي على ايه؟ ايه يا عم اللي انا ايه اللي حامل اللي في وشه ده؟ دي حادثه قديمه. هتقدمها سحبوه من تحت دي جي ولا ايه؟ معلش يا لمبي استحمله استحمله عشان خاطر، معلش عشان خاطر لمبي. ربنا هستعمله اللي استعملك انت. معلش يا لمبي خلاص كده انت عاتبتني ولا ايه؟ معلش يا لمبي. ده انت بتدرس قوي يا لمبي. تخلص واخد بالك يا عم المرحوم، احنا يعني احنا عندنا غطا ويلزم الحلة، وعايزين ندخل الحلة والغطا في قلب بعض. انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ كويس من اي اتجاه؟ نعم؟ كويس من اي اتجاه؟ لا يلا يا عم، يا عم يلا يا عم. ده بيتكلم على واحدة تانية غير بنته في قلب المكان ده، ده بيحلم وهو قاعد يا عم. لا تنفلتك الصعب. معلش يا لمبي. لمبي وزفت ايه؟ عشان خاطري الجوازة دي مش هتتم يا عم، ما ينفعش. ده انت بص شكلك عامل ازاي وهي شكلها عامل ازاي؟ هتخليه في مفرده الجزمة. على حاجة انت جايبنا في قلب الوقت، انت جايبنا في قلب الوقت. اه اه هتسأل اللمبي اهو. اه انت ضغط عند الحكومة يا عم لمبي، فين الفلوس والمجوهرات اللي كانوا في الشنطة لمبي؟ والله العظيم كان في مجوهرات، ولا في أي حاجة في الشنطة بتاعت الضابط. هاتوه. إنما سجنتك يا لمبي عشان تعرف إن أنا عمك أخ أبوك يا لمبي. والله يا سعادة الضابط مش سامعك حاجة. والجواز يا لمبي؟ يا عم أنا جوازي ما كانت لازم تنتهي معايا الصودا دي. الله يخرب بيتك. ما تقوليش يا لمبي. واحدة أنت تتصرف بالجواز. كما عودناكم أعزائي المشاهدين، نلتقي مرة أخرى خلف الأسوار مع سجين جديد في جريمة جديدة، وذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمة. نتعرف عليك. اسمي اللمبي. عندك كم سنة؟ مش عارف بس أنا عايش بقالي كتير. تهمتك إيه؟
تقوم انت سعادتك ان انا رحت اجيب عقد الشقه بتاع ابويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتدار كويس؟ وايه لو سمحت؟ غصب يعني غصب عني يعني، ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب الشقه سعادتك، وطردني في الشارع برضه غصب وتدار، وانا ما رضيتش اتكلم، ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي، راح ضربني بالبوان في وشي، وراح عضبني من كتفي، وراح ظرفني نص كده نزلت على ودني اسنجيت بقى. وضح لو سمحت، وضح. واسنجيت يعني اترشيت سعادتك. وانا كان ممكن امد ايدي عليه، ممكن اروح اضرب صباعه في زوره واكسر له عصبه رجله، انما ما رضيتش، لانه ده مهمن كان برضه عمي، واللي الناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا، والدنيا دي يا سعادتك يعني. امال عملت ايه؟ قلت بدل ما اقتله واخدش في السجن، قلت اسرقه من الاخر يعني. يعني معترف بالسرقه؟ لا انا مش معترف بحاجه وبطلب المحامي. بس من واقع التحقيقات الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس. ايه ده، وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في التحقيقات، ويعني هجيب حاجه من عندي ولا ايه؟ لا سعاده حضره المزمزيل، هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيك من بتاع الاسهال. وما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي. ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب علاقه واشف كخه، عايز انا اطلع الطيار. طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف، ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقه منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن، والجريمه لا تفيد، واطلب في نهايه البرنامج اغنيه لام العزيزه سيد الحبايب يا حنان انا انت. مسجون بتطفك كده ليه؟ الكلاب بتجيب من رجلين ساعتها. مش لابس الطاقية ليه؟ بسرعة طلع لسان. ها؟ لسان الطاقية يا مسجون. لسان الطاقية لسان الطاقية اهو اهو البس الطاقية. قبل الطاقية تحرك كله يتحرك. شايف خلق جديدة موجودة النهاردة، وحاسس فيهم بابتسامة أمل. انسوا، أحب أعرفكم بنفسي، أنا رياض المنفلوطي، أصغر مدير سجن حصل في تاريخ الوزارة. حصلت على ترقيتين خطة واحدة، نقيب من وأنا في أولى ثانوي. تلتزم بالقوانين، أحبك. يا سلام، تبقى صاحبي حبيبي، تغلط يا ويلك يا ويلك ويا سواد ليلك، هعصرك تنسي المساجين صغيرين.